من رام الله ينضم إلينا رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، ومن لندن الكاتب والباحث السياسي عبد اللطيف مناوي. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ قدورة لأسأل في البداية، ما الذي تعنيه استقالة حكومة محمد شتية؟ يعني بين الحين والآخر تطل علينا بعض القوى الدولية وتحت يافطة الإصلاح، وبشكل يوحي ويكون الانطباع أن الأزمة هي في الحكومة أو أزمة تشكيلات، في حين أن الجميع يعرف أن الأزمة الكبرى التي أو مصدر كل الأزمات هو وجود احتلال وعدم قدرة الحكومة على التعامل مع كل التحديات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والوطنية للشعب الفلسطيني. بكل الأحوال يعني أنا شخصيا دائما كنت أتمنى وأرجو أن تكون يعني أي عملية إصلاح، لأن يعني تغيير الحكومة اليوم تحت يافطة إدخال إصلاحات. الإصلاح يعني هي عملية شاملة ويجب أن تكون انعكاس لمصالح الشعب الفلسطيني، وإن لم تكن شاملة يعني لن يحالفها قدر كبير من النجاح، لأن الأزمة ليس في مثلا وجود خبراء. يعني لو قدر لنا أن نستقدم أنجح 20 رئيس حكومة في العالم وتضعهم أمام هذه التحديات العظيمة التي تواجه الشعب الفلسطيني، مثلا دولة الاحتلال تسرق المال وتنهب مقدرات الشعب الفلسطيني وتغلق البلاد بالحواجز وتصادر الأرض ولا تمكننا من إدارة عملية استيراد وتصدير بأريحية كل شيء تحت السيطرة الإسرائيلية، يعني أنا أعتقد أن هؤلاء أيضا سيفشلون. طيب، لذلك يعني مطالبات كثيرة أستاذ قدورة، سأتي لك في نقاط عدة. أستاذ عبد اللطيف، مطالبات كثيرة سمعنا ذلك مؤخرا، أغلب يعني المسؤولين الأمريكيين كانوا يأتون على مسألة لابد من إصلاح السلطة الفلسطينية وغير ذلك. مسألة استقالة الحكومة الفلسطينية هي استجابة للضغط؟ هي القول من الرئيس محمود عباس للغرب من الممكن أن نصلح ولكن مثلا بتغيير الحكومة وليس ولا يتعدى ذلك، يعني لن يكون فوق رئاسة الحكومة؟ شوف، أعتقد أن الموضوع الخاص بالحكومة هو جزء صغير من موضوع أكثر تعقيدا. أظن أن الوضع يحتاج إلى أن يكون هناك شكل من أشكال الاعتراف في البداية من الطرف الفلسطيني والطرف العربي أن هناك حاجة إلى إصلاح حقيقي داخل السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن من يدير الملف الفلسطيني. هناك حاجة لأن يكون هناك طرف فلسطيني قوي واضح ممثل بالفعل للشعب الفلسطيني. وأنا هنا أستعير ما ذكره ضيفك الكريم السيد قدورة بأنه يجب أن يكون تلبية للاحتياجات ولمشاعر ولموقف ولرغبات ولأهداف الشعب الفلسطيني. السؤال هو هل تغيير هذه الحكومة من حكومة بدا وكأنها سياسية لكي تكون حكومة تكنوقراط، هل هذا التغيير في حد ذاته يمكن أن يوصل بنا إلى هذه النتيجة؟ أنا أتصور أن هذا غير صحيح. هناك إشكالية داخل الكيان السلطة طوي الفلسطيني، لو سميها سلطة أو غيره، ليس هناك قيادة فلسطينية حقيقية واضحة قادرة على القيام بدورها. وأعتقد أن هذه المسألة الخاصة بتشكيل تغيير الحكومة هو شكل من أشكال المناورة السياسية لإعطاء الانطباع وكأننا نغير أو بدأنا التغيير. قد يكون من الأفضل أن تكون حكومة تكنوقراط بالفعل، ولكن إذا كنا نعتقد أن هذا التغيير سوف يؤدي إلى تغير سياسي فأعتقد أن هذا هو رهان خاطئ. هناك إشكالية، هناك مشكلة، هناك أزمة أكثر تعقيدا من أن تحل بمجرد تغيير الحكومة. هناك تغييرات أساسية وجذرية ينبغي أن تكون موجودة في الطرف العربي كاملا بما وفي الطرف الفلسطيني على وجه الخصوص حتى يمكن
تكون في عمليه مانوفر، عمليه مناوره واداره للصراع واداره للخلاف واداره للمفاوضات للوصول الى نتيجه. هذه دعونا نمر فوق مرحله ماذا حدث في 7 اكتوبر، هل صحيح ام خطا. نحن الان في واقع نقول فيه انه اذا لم يتم اتخاذ هذه الفرصه للوصول والضغط الى الحل الدائم لوجود دولتين، وهو الحل الذي تتبناه معظم دول العالم، فان هذا الحل سوف يضيع منا الى الابد. وهذه هي الفرصه لاستغلال هذا الوضع، وهذا لن يتأتى إلا بإيجاد شكل من أشكال التنسيق، شكل من أشكال إدارة المواقف، تقسيم الأدوار، قيادة فلسطينية حقيقية جديدة، إدارة تصل بأهداف واضحة ومحددة، استراتيجية واضحة للضغط وحصار الحكومة الإسرائيلية أيا ما كانت، سواء كانت نتنياهو أو القادم بعده، للوصول إلى ذلك الحل. أما غير ذلك فأنا أعتقد أنها شكل من أشكال إدارة الأزمة. طيب. وليس حل الأزمة. أستاذ قدورة، يعني الأستاذ عبد اللطيف يأتي على نقطة مهمة، يعني مسألة كيان فلسطيني أو قيادة فلسطينية قادرة على تمثيل الفلسطينيين. طيب، الكل يدور حول يعني شخص الرئيس محمود عباس مثلا باعتباره الشخص الذي يقود القيادة الفلسطينية الآن. وارد هذه الخطوة، الرئيس قال غير مرة بأن مسألة تغيير رأس السلطة هو مهمة الفلسطينيين، هو مهمة الانتخابات. ما الذي يعرقل ذلك؟ يعني هل ممكن أن يكون هناك شكل جديد للسلطة الفلسطينية؟ يعني أي شكل للتغيير لا يستند إلى أدوات التغيير الحقيقية كما يحصل في كل المجتمعات المتقدمة المتطورة العصرية. فمصدر الشرعية ومصدر كل السلطات هو الشعب، وبالتالي الانتخابات بإرادة حرة هي السبيل الوحيد لاختيار قيادة فلسطينية. نحن في فلسطين كان لنا مصدرين للشرعية، وسلم الشعب الفلسطيني بأن يقوده إما بشرعية النضال والمقاومة بأن تتصدر المشهد وتقاتل من أجل الحرية والاستقلال، وإما من خلال صناديق الاقتراع. يعني منظمة التحرير حصلت على شرعيتها من خلال نضالها بكل فصائلها وعملها الدؤوب لرفع شأن الشعب الفلسطيني. الناس خرجت للشوارع لتهتف لمنظمة التحرير، وبالتالي حصلت على شرعيتها. ثم حين توفرت لدينا أول فرصة لإجراء انتخابات قمنا بذلك، وأنجز الشعب الفلسطيني عدة عمليات انتخابات حرة ونزيهة. ولكن نفس الدول التي تلح علينا بممارسة الإصلاح الشكلي للوصول إلى، يعني هناك من يعتقد أن التدخلات الدولية يمكن أن تقود إلى المشكلة. أين أستاذ القدورة إذا سمحت؟ المشكلة في مسألة الطلب من هذه الدول نسميها بشكل مباشر الولايات المتحدة، أو أن كذلك السلطة لا تقبل، يعني لا تقبل أن يملى عليها من الخارج، وبالتالي مسألة الإصلاح، يعني لا الانتخابات متوفرة ولا مسألة النضال الذي أتى بمنظمة التحرير الآن متوفر. الانتخابات معطلة ليست بإرادة فلسطينية، الانتخابات معطلة بإرادة إسرائيلية وتغاضي دولي. يعني لم، يعني حين طلبنا بأن تنفذ الانتخابات استنادا إلى الاتفاقيات على أن تجري في القدس، نفس الدول التي يعني تكرر الحديث عن إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكلف نفسها عن الضغط على إسرائيل لاستجلاب موافقة تمكننا من إجراء الانتخابات. فبالتالي يعني الحديث عن تغييرات عميقة في النظام السياسي الفلسطيني يجب أولا أن يمهد له بحوار داخلي يشمل كافة الأطراف يقود إلى إجراء عملية انتخابية تمكننا من استعادة بناء المؤسسات التي ستكون راعية لعملية إصلاح شاملة وحقيقية. طيب. كيف يمكن أن نتحدث عن إصلاح في حين لا توجد مؤسسة رقابية ولا مؤسسة تشريعية، وأنا أقصد هنا البرلمان الفلسطيني. نعم. إلا إذا كان إصلاحا شكليا. طيب. سطحيا وفقا لمصالح غير مصالحنا نحن كفلسطينيين. طيب، إذا كانت الانتخابات أستاذ عبد اللطيف متعثرة، شرعية منظمة التحرير جاءت من النضال ضد المحتل الإسرائيلي، طيب ما هو السيناريو المتوقع من أجل أن يكون هناك شكل جديد لسلطة فلسطينية متغيرة من العمق أو من الخارج؟ اختر ما تريد. يا سيدي،
الأوضاع الاستثنائية تحتاج إلى إجراءات غير استثنائية. عفوا، الأوضاع الغير طبيعية الغير استثنائية تحتاج إلى تصرفات أو إجراءات غير استثنائية وغير طبيعية. وبالتالي إذا ما قررنا أن ننتظر إلى أن نصل إلى تلك المرحلة التي نصل فيها إلى تلك المجتمعات المتقدمة التي تستطيع أن تتواجد وأن تكون هناك لتمارس حقها الدستوري، لتختار سلطة من خلال البرلمان والبرلمان يختار حكومة، إذا ما انتظرنا إلى هذه المرحلة التي يحدث فيها ذلك فلا أظن أننا سوف نصل أساسا إلى تلك المرحلة التي نحلم أن يحصل فيها ذلك. ماذا يمكن أن يحدث؟ سأستعير أيضا من ضيفك الكريم ما ذكره، وجود حوار حقيقي صادق بين القيادات بين القوى الفلسطينية الفاعلة للوصول إلى نتيجة، لوجود شكل من أشكال القيادة المختلفة لهذه المرحلة. هذه ليست مرحلة دستورية وليست مرحلة شرعية دستورية، هذه شرعية وجود، شرعية بقاء. الفلسطينيون لن ينتظروا حتى نصل إلى تلك المرحلة التي يذهبوا فيها في ويك إند أو في غيره حتى يدلوا بأصواتهم. هذه مرحلة أعتقد أنها تبعد وتبعد كل يوم أكثر. وبالتالي مرة أخرى، أمر غير طبيعي، وضع استثنائي يحتاج إلى إجراءات غير طبيعية واستثنائية. من عليه التفكير في هذا؟ أعتقد إذا لم تبادر السلطة، من يدير السلطة الوطنية الفلسطينية الآن بالتعبير عن هذه الرغبة بأن هذه مرحلة مختلفة تحتاج إلى شكل من أشكال القيادة المختلفة والإدارة المختلفة، دعونا كفلسطينيين في الأساس نتحاور ونجلس معا لنجد كيف يمكن أن نتحرك. ملحوظة في التقرير اللي سمعته منكم منذ قليل أن الحكومة الجديدة أمامها حوالي أسبوعين مشاورات حتى تصل لتشكيل حكومة جديدة. رفاهية الوقت. لا أستطيع أن أتخيل هذا الأداء المتباطئ الذي يتعامل مع الموضوع، وكان أسبوعين آخرين يعني حوالي 2000 قتيل آخر، 2000 شهيد آخر، كآلاف من الجرحى، هناك معاناة حقيقية على الأرض. ينبغي أن يكون هناك أولويات يتم وضعها. ليس من بين هذه الأولويات إطلاقا من يكون على رأس السلطة. طيب أستاذ قدورة، أليست النقاط التي ذكرها الأستاذ عبد اللطيف هي واقع؟ يعني المسألة ليست مسألة رفاهية في مسألة ممارسة الديمقراطية وانتظار الانتخابات وصندوق الاقتراع ليأتي بشكل السلطة الجديد، ولا مسألة الوقت في صالح الفلسطينيين. يقال بأن جنديا إسرائيليا إن أطلق رصاصة الآن في رفح سيقتل 10 فلسطينيين، لماذا لا تكون هناك مبادرة استثنائية من الرئيس محمود عباس وقيادة حماس وكل القوى الفلسطينية أو القيادات بأننا نحن لم نستطع أن نقود الشعب الفلسطيني إلى الأمان ولا الاستقرار ولا الدولة الفلسطينية المنشودة، وبالتالي نعطي الفرصة لغيرنا؟ يعني أولا تسطيح الأمور بهذا الشكل وتبسيطها وتكوين انطباع كما أنه لو يعني إذا كنا نبدد الوقت كما لو أنه لو قدر لحكومة فلسطينية جديدة ولتكن يعني فيها أعظم الخبراء أن ذلك سيحقن دم أبناء الشعب الفلسطيني في رفح وسيوقف المجاعة التي يتسبب بها الاحتلال. لو كان الأمر كذلك يعني ليت الحل في تشكيل حكومة لنحقن دم أبناء شعبنا، لكن الأمور ليست بهذه البساطة. أنا أتفق مع كل الذين دعوا ويدعونا، ونعم نحن لسنا يعني ليس لدينا كثير من الوقت، ويفترض أن نبادر في حوار داخلي فلسطيني سريع يقود إلى تشكيل حكومة فوريا، سواء كانت حكومة خبراء أو حكومة سياسية. النقطة أستاذ قدورة إذا سمحت لي والمعذرة هنا، النقطة ليست مشكلة تشكيل الحكومة، يعني الحكومة هي جزئية بسيطة. يعني حماس تقول لك السلطة الفلسطينية لا يمكن أن نكون تحت عباءتها بشكلها الحالي. الرئيس محمود عباس يقول بأن حماس هي من ساعدت إسرائيل على مسألة غزو واحتلال قطاع غزة وكل هذه الضحايا. الكل يرفض الكل، يعني المسألة الشخصيات الموجودة أستاذ قدورة، يعني المشكلة في الشخصيات الموجودة بشكل مباشر وصريح بشكل حماس وبشكل السلطة. يعني أعتقد أن الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي
تشن وما زالت مستمرة على الشعب الفلسطيني، تستدعي منا جميعا أن نتعالى وأن نتسامى على كثير من التفاصيل. ولذلك أنا أعتقد أن موقف حماس بالضرورة يجب أن يكون أنضج مما كان عليه في الماضي فيما يتعلق بالآليات التي تمكننا من إقامة الأجسام التي تساعد في إعادة الإعمار، يعني وأقصد هنا الحكومة، والمسارعة إلى الانتخابات. يعني ربما يعتقد البعض أنني أبالغ حين أتحدث كثيرا عن الانتخابات، لكن في فلسطين لا يمكن لقيادة تقود الشعب الفلسطيني أن تسقط عليه من طيب فوق، وإنما يجب أن تستند إلى شرعية شعبية لتتحقق أوساحها للتعاون. أنا أظن أن الحوار، ويعني الحوار الفصائلي، خصوصا أن لدينا كثير من المستندات والوثائق التي سبق ووقعناها وتوافقنا على كثير من الأمور. المشكلة الحوار الفصائلي يا أستاذ قدورة مرتبط بالهرمية بالقيادة، إن لم يسمح قائد الفصيل بالسماح بهذا الحوار لن يأتي بنتائج. أستاذ عبد اللطيف، من الممكن أن يكون هناك سيناريو أشخاص قياديين من حماس يتجاوزون قيادتهم، وهناك شخصيات فلسطينية تتجاوز منظومة السلطة الحالية، والقول بأن مصلحة الفلسطينيين ومصلحة فلسطين أكبر من الجميع، وبالتالي ولادة جسم سياسي جديد؟ والله يعني هذا ما يتمناه أي شخص يتابع دون أن يتهم بتسطيح المواقف. أنا أعتقد أنه حتى لو كان هذا تسطيحا فإنه تسطيح يعتمد ويعبر ويعكس حالة من حالات المعاناة اللي يعانيها الشعب الفلسطيني كله. كل الأطراف تحاول أن تحقق انتصارات صغيرة، كل الأطراف تبحث عن غنائم صغيرة، والجميع ينسى أو يتجاهل عامدا أو غير متعمد أن هناك من يعاني وينبغي حل مشكلته. مشكلة صحيح أن القاتل هو إسرائيل، المخطئ هي حماس في البداية، والقاتل هو إسرائيل بشكل رئيسي. هذه مرحلة ينبغي أن نتخطاها الآن ونتعامل. كيف يمكن إيقاف آلة القتل هذه؟ كيف يمكن إيجاد طرف فلسطيني قادر على جمع الفلسطينيين تحت اللواء؟ قد يكون الحوار مرة أخرى، وهذه المسألة اللي طرحها السيد الضيف معك، هذه ليست مسألة فيها تسطيح على الإطلاق، ولكنها مسألة محترمة. تتحاور الأطراف على أن يتخلصوا جميعا، ليس حماس فقط، والتي لا أدعمها، ولكن ليس حماس فقط هي التي عليها أن تتنازل عن تلك اللهجة وذلك الأسلوب والأداء، ولكن أيضا على الأطراف الفلسطينية الأخرى بما فيها السلطة الوطنية، بما فيها رأس السلطة الوطنية، عليهم جميعا أن يضعوا حاجة الشعب الفلسطيني إيقاف آلة القتل هذه. ومرة أخرى التنسيق الفلسطيني العربي والضغط الفلسطيني العربي على المجتمع الدولي واستغلال الفرصة الحالية التي فيها حالة من حالات التوافق النسبي على أهمية حل الدولتين، أظن أن هذه إذا كان هناك مكسب وحيد من كل هؤلاء الشهداء، فهو الوصول على الأقل إلى حالة طرح موضوع الدولتين. إذا لم نستغل هذه الفرصة لتقسيم الأدوار، للضغط، لدفع العالم كله للممارسة هذا الضغوط الممكنة كلها للوصول إلى تلك النتيجة، فأعتقد أنها شكرا. ليست فقط فرصة ضائعة، ولكنها سوف تكون الفرصة الضائعة. نعم، شكرا جزيلا لكما من لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور عبد اللطيف مناوي، وكذلك أشكر من رام الله رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية الأستاذ قدورة فارس.